هنبدأ بفقرة تويتر من حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللي نشر الصورة دي فيها ترتيب منتخبات المجموعة الأولى. زي ما احنا شايفين مصر متصدرة والحمد لله، الترتيب بثلاث نقط، بعدها بتيجي الكاميرون وغانا كل منهم نقطة واحدة بعد ما تعادلوا امبارح، وحصل أحسن سيناريو طبعا للمنتخب الأولمبي بالأمس بعد ما كانت الناس متخيلة أن الكاميرون ممكن تفوز بالمباراة بعد إحرازها الهدف، ولكن قدرت غانا تعود في نهاية المباراة وتحرز الهدف، فانتهت المباراة بالتعادل هدف لكل منهما، وده أفضل سيناريو لحد دلوقتي طبعا لمنتخبنا أو منتخبنا المصري الأولمبي، ونتمنى لهم كل التوفيق. وفي آخر جدول طبعا الترتيب بدون أي نقاط بعد الخسارة من مصر هي مالي.